يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون جديا وفيا لجمهورية مصر العربية، أن أكون جديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر قادتي، محافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد.